آمال كبيرة كده وروح مقبلة على الله وحسن ظن بالله وأمل في الله. وإحنا جوه منزلة العبودية، إحنا لسه بنتكلم في منزلة العبودية، خلصنا لغاية دلوقتي في منازل الروح السبعة، وصلنا لمنزلة العبودية للوصول إلى الإحسان في الطريقة بتاعتنا. ومنزلة العبودية جاية في التوقيت بتاع العشر الأواخر من رمضان، والليلة دي كل شيء عن الدعاء، حلقة فقط الدعاء. وهو في الآخر يا جماعة إحنا ناس غلابة ومالناش إلا ربنا وهو مالك الملك. الحمد لله ملناش إلا اللي مالك الملك. تخيل لو ملناش غير حد تاني على قده. بص وراه مالك الملك، خير الكون كله، يا خير الكون كله، وعد بإجابة عباده الغلابة الضعفاء، وحط الوعد على نفسه ولم يلزمه أحد بهذا الوعد، ولكن هو الذي قال أنا من أسماء الحسنى القريب المجيب، وقرن الاتنين مع بعض، حاسس بيك قوي فهستجيب دعائك. حتى لو دعيت قليل أنا حاسس بيك قوي لأني قريب. دايما إن ربي قريب مجيب يجوا مع بعض في القرآن الاسمين. أول مرة أبدأ بالقاعدة أنت موعود من رب العالمين، أنت عندك وعد. كلمة موعود هي سر العشر الأواخر، هي سر حلقة النهاردة. أنت موعودة، أنت موعود من رب العالمين أنك مستجاب الدعاء، فلا تمل من الوقوف على بابه. أنا حموت نفسي دعاء ومش هوقف أبدا ولن يخذلك أبدا. عارف ليه لن يخذلك يا عاصم؟ لأنه وعد. النهاردة كل شيء عن الدعاء. يعني ايه كل شيء عن الدعاء؟ تعالوا الاول نبدا انت موعود باجابه الدعاء. يعني تعالى نشوف الوعود كتير قوي. تعالوا نبدا بالوعود القرانيه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طب ايه في كلام واضح اكتر من كده؟ ادعوني استجب لكم. بقيت الايه عارفين ايه؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي. ليه؟ ايه اللي جاب يستكبرون عن عبادتي؟ وانت ما بتدعيش ليه؟ وانت مش عايز حاجة؟ ولا انت شايف ان انت تخلص حاجتك بنفسك؟ هو انت مستكبر عن عبادتي انك ترفع ايدك وتقول يا رب؟ ايه ده؟ ايه تركيبة الآية دي؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادي اول وعد. طيب الوعد الثاني، واذا سألك عبادي عني. جاء رجل الى النبي فقال يا رسول الله ابعيد ربنا فنناديه ام قريب فنناجيه؟ فنزلت الآية واذا سألك عبادي عني. لو بس شوف كلمة عني دي، لو سألوك علي. كلمة عني مؤثرة جدا. فإني قريب. إيه ده؟ قريب وجيب تاني. فإني قريب، مش محتاج تعلي صوتك. فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ما قالش المؤمن، ما قالش التقي. مفتوحة. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الموضوع عندك أنت، إذا عايد عليك أنت، لما أنت تحب. أنا منتظرك أي وقت. إن أتيتني بالليل قبلتك، إن أتيتني بالنهار قبلتك، إن أتيتني عاصيا ورفعت يديك قبلتك، إن أتيتني تائبا قبلتك، إن أتيتني مؤمنا قبلتك، إن أتيتني محسنا قبلتك. لو سألوك علي قل لهم إن دي صفاتي، قريب أجيب. الله. طيب شوفوا الحديث القدسي الجميل. يا عبادي، كان الحسن البصري لما يقول الحديث دون ما يقولوش وهو قاعد، ينزل على جكبتيه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. جائع هنا مش أكل، كل احتياجات الحياة. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. عار هنا مش هدوم، كلكم مكشوف في الحياة إلا من سترته. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. احتياجات، ستر، إجابة الدعاء. بص للمنظر اللي وراك، مالك الملك. بص ملكه، بص قوي، املع عينيك من ملكه. هو اللي بيقولك الكلمتين دول. عايز ايه؟
عشان كده الحسن البصري كان بينزل على ركبتيه، ما يقدرش يقول الدعاء ده وهو قاعد ينزل على ركبتيه وهو بيقوله. طيب ده طب اسمع احاديث النبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده. احنا في منزله العبوديه مش كده؟ يعني ايه هو العباده؟ طب ما هو الصلاه عباده. ما هو عباده يعني ايه؟ يعني عبد متدلل الى الله. اكتر حاجه تحس فيها انك عبد متدلل الله، ممكن تصلي وما تحسش مشكلتك، لكن لا يمكن ترفع ايديك وتمد ايديك وتطلب كالمساكين والفقراء. ما هي مده الايد دي معناها ايه؟ اديني، تصدق علي، الا وانت حاسس انك عبد. الدعاء هو العباده. حديث ثاني: الدعاء مخ العباده، لب العباده، الكور بتاع العباده، مركز العباده الدعاء. الحديث اللي بعده: ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. اكتر حاجه ربنا يحبها منك ويكرمك عشانها الدعاء. حته حديث: ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. طيب الحديث اللي بعده: من لا يسأل الله يغضب عليه. متكبر، مش عايز حاجة، مش محتاج، فاهم غلط. الحديث اللي بعده: إن الله يحب الملحين في الدعاء. العشر الأواخر: إن الله يحب الملحين في الدعاء. لا، ما أنا دعيت مرة، افضل تذلل بين يديه كمان. إن الله يحب الناس لما تلح عليهم يكرهوك، وربنا لما تلح عليه يحبك أكتر ويستجيب لك أكتر. لا تسأم من الوقوف على بابه ولو طرت، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت. فإذا فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين، وقل له: مسكينا، فتصدق عليه، ألست أنت القائل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وأنا فقير مسكين، فتصدق عليه. تعرف تروح له كده؟ الدعاء هو العبادة، لأنك وانت رافع إيديك وبتقول له: أتوسل إليك، أتوسل إليك، بقيت عبد. كل كلمة منزلت العبودية حصلت في الكلمة دي، في اللقطة دي، أتوسل إليك. أو وانت ساجد، يا سلام بقى، وانت ساجد: أتوسل إليك وأنا رأسي في التراب بين يديك، لا تردني من رمضان إلا واستجبت دعائي، إلا وقد شفيت بنتي، إلا وقد حققت أملي، إلا وقد أسعدت قلبي، إلا وقد فرجت همي. أنا بتوسل إليك، تجبر بخطري مع العيد وتروح له بالطريقة دي، بالتذلل ده، هو ده الدعاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي وعود؟ ايه ده؟ ده انت هتخلص الحلقة في الوعود. الوعد اللي بعده، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم. من صفات الله حيي كريم. يعني ايه حيي كريم؟ يستحي، يستحي من ايه؟ أن يرفع العبد على يديه يقول: يا رب يا رب، ثم يردهما صفرا خائبتين. أصله كريم أوي، فيستحي وهو الكريم. عارف لما يجي لك حد وتستحي تمشيه من غير ما تديله صدقة، تقول استحيت منه مع ان انت الغني وهو الفقير. فهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: انا يعني انا ماسك دموعي. يعني احنا الحلقة دي هنختمها بدعاء. هو بيقول: انا بستحي منكم يا عبادي. بصوا بصوا مالك الملك بيقول لي: انا بستحي منكم يا عبادي لان انا كريم، ان انتوا ترفعوا ايديكوا ورجعكوا. احبش اعمل معاكوا كده، اصلا الكريم ورجعك صفر، وانا اكرم الاكرمين. ما ينفعش، حاشا، يا حاشا حاشا، ما يعملش معانا كده. بص القاعده: انت موعود من رب العالمين انك مستجاب الدعاء، فلا تمل من الوقوف على بابه، ولن يخذلك ابدا، لانه حيي كريم، مش ممكن هيخذلك. لا، لسه هو لسه في وعود، لسه في وعود. حديث قدسي: عبدي عبدي ثلاثة خصال، واحدة لي عندك، وواحدة عندك لي، وواحدة بيني وبينك. أما التي لي عليك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك علي فما عملت خيرا جزيتك به، وأما التي بيني وبينك أنت تدعوني وأنا أستجيب دعاك. طب شوفوا الوعد اللي بعده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود، يقول: من أعطى أربعا أعطي أربعا. وتفسير ذلك في كتاب الله: من أعطى الذكر ذكره الله، فاذكروني أذكركم،
من أعطى الاستغفار غفر له الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. من أعطى الشكر أعطي المزيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. من أعطى الدعاء أعطي الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نكمل وعود؟ في أكتر من كده؟ أنت إزاي مش هتدعي؟ وكمان العشر الأواخر؟ وكمان ليلة القدر؟ وكمان راضي؟ وكمان بيناديك؟ وكمان الملائكة نازلة بتأمن على دعاء؟ يا عم موت نفسك دعاء، موتنا. ادعي من كل قلبك، ادعي بتذلل، ادعي بإحساسك، ادعي قول أنا غلبان. كل ما تذللت أكتر يرفعك أكتر. عبد، ما احنا في منزلة العبودية، ما هو الدعاء هو العبادة. كل ما رحت له بفقرك يمدك بغناه، كل ما رحت له بضعفك يمدك بقوته، كل ما رحت له بذلك يمدك بعزه. تدعيه وتقول له يا غني من للفقير إلا أنت، تقول له يا عزيز من للذليل إلا أنت،